اذا غنخدموا على هذا التمرين هذا باش نفهموا الفكره كيفاش كنحددوا لا فورم اكسبونونسييل، واخا الاغلبيه غتكون باينه لي الفكره من خلال هذا الشيء اللي كتبت. المهم هنا سيدي طلبوا منا باش نديتيرمينيو لا فورم تريغونوميتريك دي نومبر كومبلكس سويفون. غنبدا بزيد واحد، اشنا هي الفكره؟ خصني بعدا نحدد لا فورم تريغونوميتريك. لا فورم تريغونوميتريك عندك جوج خطوات، الموديل كضرب وكتقسم على الموديل وكتلقى الزوايا. اذا غتجي لهنا عندي زيد واحد كيساوي شحال؟ واحد ناقص اي جذر 3. اول خطوه كنحسبوا الموديل، واحد اس 2 زائد ناقص جذر 3 اس 2، يعني حاجه باينه. وفي الاخر غتلقى جذر 4 اللي هي 2. اذا ملي لقيت داك الموديل غنضرب ونقسم، زيد واحد كتساوي 2 عامل اللي واحد على 2 ناقص راه ديما كتبقى. كنقلب على الزوايا، شنو هي الزاويه القصد ديالها؟ واحد على 2، واحد زائد 2 هي 3، دونك بي على 3 ناقص اي سينوس بي على 3. من بعد هذا راه ما كيتسماش لا فورم تريغونوميتريك، اتونسيون. علاش؟ حيت كاينه ناقص، وعطيتكم ديجا القواعد كيفاش كتحيدوا هاد الناقصات هادو. الا عندك ناقص حدا السينوس راه كتدخلها، وريتكم علاش. اذا غتولي ناقص بي على 3 زائد اي سينوس ناقص بي على 3. كوس راه داله زوجيه والسينوس داله فرديه، وهادو قواعد. من بعد غنكتب ديك الكتابه الاخرى، الموديل والزاويه. احنا دابا لقينا لا فورم تريغونوميتريك، ولكن ماشي لا فورم تريغونوميتريك اللي مطلوب، قال لك لا فورم اكسبونونسييل. انا دابا وصلت هذه الخطوه هذه، شنو غندير؟ غنزيد واحد الخطوه وهاني جاوبت. اذا غتعطينا شنو هو الار؟ هو 2 فوا او اوس اي ناقص بي على 3. صافي، هذا هو الجواب الصحيح 100%، وانت جبتي النقطه ديالك. اذا نتمنى تفهموا الفكره ديال هذا المثال الاولاني، غنمسح ونعاود نتلاقاو. بالنسبه للمثال الثاني كما كتلاحظوا هنا ما نقدرش نحدد لا فورم تريغونوميتريك ديريكت او لا نشر، لا، راه عطيتكم بعض القواعد. الا عندك لا فورم جوج اعداد الضرب بيناتهم، راه تقدر تستعمل واحد القاعده ديال الضرب في لا فورم تريغونوميتريك. بمعنى خصني نحدد ديال هذه بوحده وديال هذه بوحده، عاد نشوف الضرب شنو غيعطيك. يلا غنحدد لا فورم تريغونوميتريك ديال كل وحده. انا مثلا ذاك واحد زائد اي غنسميه ا كبيره، عدد ا كبيره، وداك الاخر غنسميه بي كبيره، يعني واحد ناقص اي جذر 3. حيت كاين اللي كيدير واحد الخطا، مثلا الا بغى يحدد لا فورم تريغونوميتريك ديال هذا بوحدو، ديال هاد واحد زائد اي بوحدو، كيسميها زيد 2. راه الا قلتي زيد 2 راه كنقصدوا به الضرب، اما الا فرقتيهم راه ما كتبقاش سميتهم الزيد، انت سميهم شي حاجه اخرى. مثلا كاين اللي غيسميهم سي بي، المهم انا سميتهم ا او بي باش نحدد كل واحد بوحدو ومن بعد نشوفو. يلا نحدد ديال ا. شنو هو الموديل ديال ا؟ راه دابا العدد سميتو ا، واحد اس 2 زائد واحد اس 2 اللي كتساوي جذر 2. من بعد كنضرب وكنقسم، جذر 2 عامل لي واحد على جذر 2 زائد اي واحد على جذر 2. من بعد غنقلب على الزوايا، ولكن باش تبان لكم الفكره مزيان، راه واحد على جذر 2 في الحقيقه راه هي جذر 2 على 2، هادي خصك تعرفها بحال ضربتي في المرافق. اذا شنو هي الزاويه؟ الزاويه سيدي هي بي على 4، 2 في 2 هي 4، يعني كوس بي على 4، كوس بي على 4 زائد اي سينوس بي على 4. بغيتي تخليها بحال هكا مزيان، بغيتي تكتبها بديك الكتابه الاخرى ماشي مشكل، جذر 2 فاصله الزاويه اللي هي بي على 4. صافي، احنا لقينا لا فورم تريغونوميتريك. بغيتي دير لا فورم اكسبونونسييل لكل وحده ودير الضرب، راه حتى هي ممكن، ولكن حنا نستعملوا القواعد ديال لا فورم تريغونوميتريك. نمشيو دابا للبي. بالنسبه للبي راه ما نحتاجش نعاود، راه هي نيت زيد واحد حددناها ديجا. شحال كنا لقينا في لا فورم تريغونوميتريك ديال زيد واحد؟ كنا لقينا في الموديل 2 والزاويه ناقص بي على 3، يعني بلا ما نعاود دوك الخطوات. دابا بغيت لا فورم تريغونوميتريك ديال زيد شنو غتعطينا؟ ديال هادي نضربها في ديك الاخرى، جذر 2 بي على 4 مضروبه في 2 ناقص بي على 3. وحسب القاعده ديال الضرب، ملي كيكون عندك الضرب كدير الموديل في الموديل 2 جذر 2
والزاوية زائد الزاوية، يعني بي على أربعة زائد ناقص بي على ثلاثة. ونقدو الحساب، جوج جذر جوج فاصلة. هنا سيدي لو حط المقامات غتعطينا 12 ياك في المقام بعدا. 3 بي ناقص 4 بي، 3 بي ناقص 4 بي هي ناقص بي على 12. صافي، هذا هو لا فورم تريغونوميتريك، ولكن حنا ما بغيناش لا فورم تريغونوميتريك، بغينا لا فورم اكسبونونسييل ديال زيد جوج. مادام انني لقيت لا فورم تريغونوميتريك، ندير واحد الخطوه. شنو هو ار؟ هو جوج جذر جوج فوا او اي، هي الزاويه. نبدا بناقص بي على 12. صافي، وانت جبتي عاوتاني النقطه ديالك، حيت حنا ما بغيناش هادي، بغينا هادي. كندير ار مضروبه في او اس اي في ديك الزاويه اللي كتسمى لارغيمون، واللي غنشوفوا القواعد ديالها من بعد. صافي الاخوان، اذا هذا هو الجواب ديال زيد جوج. نمسح ونعاودو نتلقاو. دابا غنشوفوا هاد جوج امثله اخرين اللي عندكم في الكتاب المدرسي ياك. اذا دائما لا فورم الاكسبونسييل هي اللي مطلوبه. غنحدد ديال زيد 3، زيد 3 اللي كتساوي لاغاسين كاري دو 2 بلس اي لاغاسين كاري دو 6. غنحسبوا عاوتاني داك العجب ديال الموديل، لاغاسين كاري دو 2 ا لا بويسونس 2، هادي عاوتاني ا لا بويسونس 2. شحال غتعطينا؟ غتعطيك جذر 8، وجذر 8 معروفه كتساوي جوج جذر جوج، جوج جذر جوج هي نيت جذر 8. من بعد غنضرب ونقسم، جوج جذر جوج عامل جذر جوج على جوج جذر جوج زائد اي جذر 6 على جوج جذر جوج. ايوا دابا ردو معايا البال شنو غندير. جذر جوج مع جذر جوج راه غتمشي، شنو غيبقى لينا؟ واحد على جوج، زائد هاد جذر 6 هادي هي في الحقيقة جذر جوج مضروبة في جذر 3، إذا ديك جذر جوج غتختزلي مع جذر جوج، وغتبقى لك جذر 3 على جوج، جذر 3 على جوج. واش مفهوم؟ راه جذر 6 هي جذر جوج في جذر 3، غير اختزلت جذر جوج مع خطأ. صافي، وكتلقى الزاوية جوج جذر جوج، الزاوية جوج زائد واحد هي بي على 3. زائد اي سينوس بي على 3. ديك الكتابة الأخرى جوج جذر جوج فاصلة بي على 3. وحنا لقينا لا فورم اكسبونونسييل جوج جذر جوج مضروبة في او اس اي بي على 3. صافي الإخوان، إذا هذا هو الجواب ديال السؤال أولا ديال زيد 3. نمشيو لزيد 4. زيد 4 هذاك العدد كيتسمى عدد تخيلي صرف، ان نومبر ايماجينير بير. في الدرس قال لك اسيدي هاد النومبر ايماجينير بير، يعني ما كتبانش لا بارتي غيال ديالو اللي كتساوي زيرو، هذا كتعطي لا فورم تريغونوميتريك ديالو ديريكت، يعني الاستاذ غيعطيك النقطه ديالك حيت تعطيك في الدرس. قال لك ها هي لا فورم تريغونوميتريك ديالو، يعني بلا ما تدوز من هاد المراحل تحسب الموديل والضرب وتقسم وكذا، لا راه تعطات لك في الدرس وراه شرحتها وعندكم في الكتاب الدراسي، والاستاذ حتى هو راه شرحها لكم. اذا لا فورم تريغونوميتريك ديال هادي الموديل هو نيت جوج، والزاويه شنو هي؟ بي على جوج ديريكت. اذا لا فورم اكسبونونسييل هي جوج او اي بي على جوج، كان هذا هو الجواب. صراحة هاد الفقرة ديال لا فورم اكسبونونسييل ماشي شي حاجة صعيبة ولا دير فيها بزاف ديال التمارين، لا، يعني أمور واضحة. كتحدد لا فورم تريغونوميتريك كتحولها لا فورم اكسبونونسييل. إذا نتمنى تستافدوا من هاد الأمثلة هادو. دابا غنمسح السبورة ونشوفوا نوع آخر من التمارين كيفاش كيتعطى. إذا دابا غنمشيو لنوع آخر من التمارين اللي كنتصادفوا معاه وسط تمارين ووسط بعض الفقرات اللي مهمة جدا، حاجة سهلة ومحقورة ولكن كتشكل لنا الخطورة. إذا التقشر هذا كما كتشوفوا شنو اللي مطلوب؟ لا فورم الجبريك، لا فورم الجبريك. أنا غنحط بعدا واحد الخطط قدام عيني باش نعرف شنو هي لا فورم الجبريك، لا فورم تريغونوميتريك ولا فورم اكسبونونسييل. غنحط بأن الزيد بصفة عامة كيتكتب بهذا الشكل. هذه كتسمى لا فورم الجبريك، شنو اللي كيتبع؟ لا فورم تريغونوميتريك. هي هادي، اما تكتبها باستعمال قوس سينوس ولا بهذه الكتابه الاخرى. زيد شنو كيتبع لا فورم تريغونوميتريك؟ لا فورم اكسبونونسييل ار فوا اي تيتا. اذا شنو هي الفكره ديال هاد التمرين هذا؟
حنا عندنا هذه خصنا نرجعوا لهاد الكتابه بحال كترجع لي لورا، يعني غندوز من هذه لهذه لهذه. الا عندك عاوتاني لا فورم تريغونوميتريك يكفي انك دير واحد الخطوه، ولكن الا عندك لا فورم اكسبونسيال غدير جوج خطوات، غتجيب لهنا وتجيب عاوتاني لهنا. يلا غنبداو بالمثال الاولاني. زيد واحد زيد واحد شحال كتساوي؟ جوج جذر 3 فوا او اي بي على الرا. اذا حنا دابا في هذه الخطوه هذه شنو غندير؟ غنرجع للوراء غنكتبها على هذا الشكل. شنو هو ار؟ هو جوج جذر 3 وشناهي الزاويه؟ هي بي على 4. دائما كتحول لديك الكتابه الاخرى، جوج جذر 3 كوس بي على 4 زائد اي سينوس بي على 4. نقول لكم علاش بالضبط، باش تقدر تعوض، حيت الا خليتها بحال هكا راه ما تقدر دير والو، ولكن من الاحسن تحولها لديك الكتابه الاخرى باش نعوض كوس بي على 4 شحال كتساوي، كوس وسينوس بي على 4 شحال كتساوي. هادو راه غتجيبهم غير من داك الجدول ولا الدائره المثلثيه. شحال كتساوي كوس ديال بي على 4؟ كتساوي جذر 2 على 2، حسبها غير بالاله الحاسبه، كتساوي جذر 2 على 2، الاخرى حتى هي جذر 2 على 2، كلشي عندك في الجدول. ومن بعد غننشر، الا جاب الله نشرت جوج مع جوج غتختزل وتبقى لي جذر 6. هادي عاوتاني غننشر غتمشي جوج مع جوج وتبقى لي شحال تما؟ جذر 6 نيت. صافي، هذا هو الشكل الجبري، لا فورم الجبريك. يعني وصلنا لهذه الكتابه هذه، عدد زائد اف عدد، عدد زائد اف عدد، هذا هو ا هذا هو بي. صافي الاخوان مفهومه الفكره؟ يلا ندوزو للمثال الاخر. هذه بالضبط كتحتاجها في الفقره ديال لا غوتاسيون، كترجع لي للوراء. اكسبونونسييل ناقص بي على 3. غنرجع عاوتاني لديك الكتابه الاخرى، غنديرها بكوس سينوس لا فورم تريغونوميتريك. ناقص بي على 3 زيد. هنا امتى كندخلوا ناقص؟ الوسط ديال الزوايا ملي كتكون حدا السينوس، ولكن دابا راه داخله. غنرجع للور، علاش دخلناها اصلا؟ حيت كانت ناقص حدا السينوس، كانت الاصل ديالها هكا. راه انت دابا كترجع للوراء. صافي، دابا ملي عندي ناقص حدا السينوس واستعملت دوك القواعد غندخل ناقص الوسط. انا داخله وخرجتها، يعني كتجي كلشي بالعكس. جوج واحد على جوج ناقص اي جذر 3 على جوج، وغننشر. الا نشرنا غتساوي واحد ناقص اي جذر 3، وهذه هي لا فورم الجبريك. نمسح السبوره ونعاودو نتلاقاو. غنمشيو للزيد 3 والزيد 4. نبداو بالزيد 3. عندي جذر 2 على 2، 3 بي على 2، هذه كتسمى لا فورم تريغونوميتريك. يعني بحال الا عندنا هذه المرحله هذه، بقات لي غير واحد المرحله اخرى. غنحول اولا هذا الشيء هذا للكوسوس سينوس. كوس 3 بي على 2 زائد اي سينوس 3 بي على 2. ولكن هاد 3 بي على 2 ماشي زاويه ايت، هي خصنا نرجعوها للاصل ديالها. شوفوا معايا شنو غندير. مادام ان في المقام 2 يعني ضروري خصني نخرج هنا بي. علاش؟ حيت عندنا بعض القواعد، يا اما كنديرو بي ناقص زاويه او لا بي زائد زاويه حسب دوك القواعد. الا عندك ناقص حدا الكوس ولا ناقص حداهم بجوج، اوكي، اذا ضروري خصني نخرج هنا بي. باش نخرج بي عندي 3 بي على 2. انا غنوريكم كيفاش غتخرجوا بي، كيفاش غتخرج بي. ديك 3 بي على 2 غنفرقوها، غندير 2 بي زائد بي، راه ساهله. علاش بالضبط درت 2 بي؟ باش الا فرقت عليهم المقام تختزل. مثلا كون عندي هنا 4 في المقام، راه ضروري خصني نخرج 4 بي في الفوق، ضروري باش تختزل. نفس الشيء بالنسبه لهنا حيت كيكونوا نفس الزاويه. الا جاب الله فرقنا عليهم المقام، شنو غيبقى لهم؟ 2 بي على 2 هي بي زائد بي على 2. هادو الا وحدتي لهم المقام كتعطيك هذه. نفس الشيء بالنسبه للاخرى، بي زائد بي على 2. من بعد امتى كنزيدو بي؟
لشي زاويه، ملي كيكون ناقص حدا الكوسوس سينوس. انا دابا غنرجع للوراء، يعني كان ناقص حدا الكوسوس سينوس كانت بحال هكا، ناقص اي سينوس بي على جوج، كانت الاصل ديالها بحال هكا. داكشي علاش باش نحيدو هاد الناقصات كنزيدو بي. قواعد كلشي قدامكم. من بعد غنعوض جذر جوج على جوج، هادي كتعطيك زيرو، يعني ناقص زيرو راه هي زيرو، والاخرى كتعطيك واحد، يعني واحد في اي. من بعد في الاخر غتعطينا جذر جوج على جوج مضروبه في ناقص اي، يعني ناقص جذر جوج على جوج اي. علاش ما كتبانش هاد ا؟ حيت كتساوي زيرو، راه الاصل ديالها بحال هكا، زيرو ناقص اي جذر جوج على جوج، ولا جذر جوج على جوج اي، بحال. اذا هذا هو ا وهذا هو بي، ناقص جذر جوج على جوج. اذا نتمنى تفهموا الفكره ديال هاد المثال هذا. غنجي لهنا غنديروا داك المثال الاخر الاخير، حتى هو راه ساهل بزاف. عندنا زيد 4 كتساوي اكسبونونسييل اي بي على جوج، شنو هو الموديل؟ هو واحد ما كيبانش. شنو هي الزاويه؟ هي بي على جوج. اذا غتساوي واحد عامل لكوس بي على جوج زائد اي سينوس بي على جوج. وشحال كتساوي كوس بي على جوج؟ كتساوي زيرو. اذا غتكون عندك واحد عامل لزيرو زائد سينوس بي على جوج كتساوي واحد. في الاخر غتلقى اي، غتلقى اي. علاش؟ حيت هاد واحد ما كنهتموش به، زيرو زائد اي هي اي. اذا هذا هو الشكل الجبري. اذا نتمنى تفهموا الفكره ديال هاد النوع ديال التمارين، راه كنحتاجوه ضروري في الفقرات الجايين. راه ما كيتعطاش السؤال بحال هكا بوحدو، لا، انت كتحتاجو وسط التمرين، وسط التمرين، يعني خص اوتوماتيكيا تعرف الفكره. ملي كتحتاج تحول واحد لا فورم تريغونوميتريك لا فورم الجبريك كدير كما درت، لا فورم اكسبونونسييل لا فورم الجبريك كدير كما درت. اذا شكرا على التتبع ديالكم، موعدنا مع فيديو اخرى، والى اللقاء. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة.